تفضل. شو اسمك؟ محمود حمود الحمودي. سمعنا شيء من القرآن الكريم؟ تفضل. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اليوم تم تكريم رايت حوز القرآن الكريم صح؟ نعم. شو طولت الحوز؟ حوالي 8 أشهر للسنة. إيه إن شاء الله. حطك نازل كمان معرم. إيه. الله يعطيك العافية.